طيب ليه لعيبة الجمباز يعني بيعتزلوا بسرعة أو في سن مبكرة قوي؟ يعني أنا مش مصدق إنك أنت مدربة يعني. هو الرياضة عامة في مصر عمرها قصير، مش بس الجمباز. يعني وانس ان الواحد بيدخل ثانوية عامة وراها كلية بيبتدي اتجاه ان لا حتى بره يعني ما بتلاقيش لا، مثلا لعيبة جمباز احنا يعني عندنا لعيبة بتلعب عندها 41 سنة 41 سنة بتلعب جمباز. عندنا فين؟ في مصر؟ لا لا، مش في مصر يعني، في العالم. في العالم. فبره الرياضة عامة عمرها طويل. شيرين الزيني عندنا عندها 26 سنة ولسه بتلعب. بس هنا الحياة، المذاكرة، الجامعة، الحاجات دي بتبقى صعبة جدا. يعني بتخلي البنات أو اللاعب يبتدي يركز. طبعا ماما وبابا لازم تركز في الدراسة ودي أهم حاجة وكده، هو ده اللي بيخلي اللعيبة بقت بدري تبطل يعني. ده عندنا في مصر. بس بره لأ. طبعا بره لا. طب يعني مين دلوقتي نجمة الجمباز الأولى في العالم؟ يعني مثلا على أيامي أنا مثلا في الستينيات كده والخمسينيات كانت نادية كومانشي، فاكرها؟ دلوقتي سيمون بايلز. سيمون؟ بايلز ده منين دي بقى؟ أمريكا. من أمريكا. نادية شبه كانت فرح على فكرة. إيه؟ الناس بيقولوا عليها شبه فرح يعني. والله ما بيشوفوا فرح بيقولوا انتوا عندكم سيمون بايلز في سيمون مصر. بايل، إن شاء الله تبقى يا رب ان شاء الله سيمون وأحسن من سيمون ان بإذن شاء الله. الله. نادية كانت من رومانيا اعتقد، انا فاكر رومانيا. طبعا اعتقد دورة لوس انجلوس باين او حاجة زي كده. لا لا مش لا، كانت عامش قبل، كانت قبل شوية، مش كانت قبل. فاكرة. طيب ايه الـ يعني الـ المفترض الخصائص والحاجات المطلوب ان تكون متوفرة عند لعبة الجمباز؟ بس الجمباز رياضة صعبة، لازم اللاعب يكون موهوب، بمعنى ان امكانياتها بيكون اللاعب عنده امكانيات احنا كمدربين بنعرف نوظفها ونصنع منه بطل. ف ايه امكانيات فرح؟ لعبة قوية، ذكية، انا شايفة فيها انها عندها هدف انها تعمل حاجة غير اي حد. يعني عايزة تعمل حاجة مختلفة. طب ما نسألها، عايزة تعمل ايه يا فرح؟ عايزة اخد ميدالية في اولمبيكس. ميدالية أولمبية. الطريق علشان حد ياخد ميدالية أولمبية صعب جدا، مش كده؟ صعب، صعب جدا.